عايزين يدخلوا كمية سلاح رهيبة من بره. مروان اللي قال لي وقال لي إن اللي متولي الموضوع ده عضو من مكتب الإرشاد. واحنا كل ما نجري ورا عنصر عندهم نوصل لنفس النقطة. بس تمام يا مصطفى، احنا نفسنا طويل، وانا اللي كنت فاكر ان هتنقل سينا اتاريهم عايزين يمشوني خالص. يا زكريا انت في سينا كنت هتبقى اخطر عليهم 100 مرة. يا اخي انا بحب المكان ده قوي، بعيد عن الزحمة والدوشة. وانا وانت ومروان بنتقابل بقالنا قد ايه؟ 3 سنين. ها، 4 سنين يا زكريا. مروان معرفنا على بعض 2008. طب والله كويس ان احنا لسه بنتقابل، البلد كلها كل واحد مخون التاني. كل واحد بيخدم البلد في اطار عمله حتى لو ضد الموجة. اهو جه. عربيته ازيك يا رجاله؟ ازيك يا مروان؟ ايه البرد اللي احنا فيه ده؟ تلج تلج. ازيك يا زيكو؟ ازيك يا درش؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لسه كنت بحكي لزكريا على السلاح اللي عايزين يدخلوه البلد. يا ريت هتيجي على السلاح وبس، ده في ناس كتير جايين من كذا بلد. مش هيسكتوا غير لما يعملوا حرب أهلية، الناس تمشي تقتل في بعض في الشوارع والسلاح يبقى مرمي في كل حتة. لا خد الجديدة بقى، العفو الرئاسي. انتوا عارفين طبعا ان خيرت الشاطر معين احمد عبد العاطي كأنه عنصر اتصال ما بين المكتب الارشاد والرئاسة. كل يومين تلاتة بقى بيأمنوا قوائم عفو جديدة، بتطلع كشوفات من مكتب الارشاد بيها اسماء. الكشف بيبتدي بأسماء عادية، بس بعد كده بقى بتلاقي أسماء من عناصر جهادية وتنظيمات وأسماء متورطين في اغتيالات سياسية وقضايا إرهاب. عفو رياتي مدروسة الأسماء بتاعته. دول كده قنابل موقوتة وسط المصريين، محدش هيعرف يميز بينهم وبين الناس العادية، كل واحد منهم ممكن يعمل كارثة، ونقعد احنا نلف حوالين نفسنا عشان نوصل. بس تمام، هنفضل احنا العفريت اللي بنخوف اي حد نوع على شر، ويعملوا لنا 1000 حساب في النور قبل الظلمة.